بعد أن نفض غبار الهزيمة في الجولة الأولى، استعاد ظفار قواه وتسلح بجمهوره ليعدل مساره في الدور المحلي قبل أن يستضيف شقيقه الهوك العراقي في الجولة الثانية من بطولة الأندية الخليجية. ظفار دخل أجواء اللقاء بشكل مبكر، وبدا واضحاً أن هدف الزعيم الأول هو تحقيق الانتصار قبل أن تأتي الدقيقة 22 بأولى الأخبار من خلال صافرة الحكم التي أعلنت عن ركلة جزاء ترجمها المختص علي سالم. ظفار حافظ على تقدمه وأغلق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون مقابل. ومع انطلاق الشوط الثاني، كشف دهوك العراقي عن أطماعه وبدأ بتكثيف هجماته بحثاً عن التعديل، إلى أن حقق المراد قبل 15 دقيقة من النهاية عن طريق الشرق البحري ليعود الفريقان إلى نقطة البداية. وتجلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، وكاد ظفار أن يخطف أول 3 نقاط له في البطولة، إلا أن محترفه أدنيجي أطاح بأمان الجماهير وبرغبة زملائه عندما أهدر فرصة التقدم في الوقت القاتل من اللقاء الذي انتهى بفرحة عراقية بكسب نقطة وحسرة ظفارية على الإطاحة بنقطتين. إلا أن الأداء الذي قدمه الفريق والذي جاء خلافاً لما ظهر عليه في بداية الموسم يعزز الآمال في قادم المواجهات، فما زالت الفرصة متاحة أمامه للتأهل عن دور المجموعات.